السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب صف الأول الإعدادي. النهارده الدرس بتاعنا العلاقات بين الزوايا، احنا أخدناه بقالنا مدة بس احنا بنتدرب ازاي نكتب برهان. طيب السؤال اللي قدامي ده بيقول ايه؟ بيقول في الشكل المقابل قياس زاوية أ 80 درجة، ب د منصف لزاوية ب، ج ه منصف لزاوية ج، اوجد قياس ج واو ب. الأول تعالوا نرجع كده، يعني ايه كلمة منصف للزاوية؟ منصف للزاوية شعاع بيقسم الزاوية إلى زاويتين تساويتين في القياس. طيب يبقى احنا كده عرفنا إن ج منصف هيساوي ج لزاويتين متساويتين في القياس، معناها إن الزاوية دي تساوي الزاوية دي، وقياس زاوية ب برضه ب د منصف يبقى الزاوية دي هتساوي الزاوية دي. طيب ازاي نكتب برهان؟ أول حاجة عندي المعطيات. المعطيات إيه هي؟ المعطيات المعلومات اللي اداها لي في المسألة. أول معلومة اداها لي إن قياس زاوية أ بتساوي 80 درجة، قال لي إن ب د منصف زاوية ب، وقال لي إن ج ب منصف لزاوية ج. طيب إيه المطلوب؟ المطلوب اوجد، من أول كلمة اوجد يبقى هو ده اللي بكتبه في المطلوب، قياس زاوية ج واو ب. البرهان تعالوا بقى نشوف كلام البرهان بتاع الجي، هو ايه؟ طب هو قياس زاوية ج واو ب. طيب هجيبها ازاي؟ انا اعرف ان المجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة، يعني مثلث ا ب ج دوت لو جمعت ثلاث زوايا ا زائد ب زائد ج تساوي 180 درجة، وانا عندي قياس زاوية ا ب 80، يبقى معنى كده ان قياس زاوية ب قياس زاوية ج بتساوي 100 درجة. هو قال لي ان ج هي ده منصف، معناها ان الزاوية دي نص ج، الزاوية دي نص ب اللي هي زاوية ج ب واو، دي نص قياس زاوية ب. طيب انا عارفة ان ب ده يكون بتساوي 100 درجة، يبقى نص قياس زاوية ب زائد نص قياس زاوية ب هيساوي كام؟ 50 درجة. تمام، لو جيت بصيت بقى لمثلث ج واو ب، قياس زاوية ج زائد قياس زاوية ب 50 درجة، يبقى قياس زاوية ب هتساوي ايه؟ تمام، 180 درجة ناقص 50 هتساوي 130 درجة. طب اكتب بقى البرهان اللي انا قلته ده ازاي؟ اول حاجة هكتب المعلومة اللي انا عارفاها. الاول هتكلم عن، انا بتكلم عن انهي مثلث دلوقتي؟ مثلث ا ب، يبقى لازم احدد انا بتكلم في انهي مثلث، يبقى في المثلث ا ب ج. دي علامة بما ان، النقطة في تحت بما ان مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة، قياس زاوية أ تساوي 80 درجة، طبعا ده معطى وده معطى. إذا قياس زاوية ب زائد قياس زاوية ج هيساوي 180 درجة ناقص 80 هيساوي 100 درجة. تمام؟ طيب أكمل أنا البرهان هنا، هقول إيه بقى؟ هقول بما أن ج ه منصف لزاوية ج، ب د منصف لزاوية د، إذا واو ج ب هتساوي نص قياس ج وقياس زاوية واو ب ج هتساوي نص قياس زاوية ب. طيب احنا هنا عرفنا ان قياس زاوية ب زائد ج 100 درجة، هقول اذا قياس واو ج ب زائد قياس زاوية واو ب ج هتساوي 50 درجة. هرجع بقى اتكلم عن مثلث ج واو ب، يبقى لازم احدد انا بتكلم في انهي مثلث. مثلث ج واو ب قياس زاوية ج زائد قياس زاوية ب تساوي 50 درجة، إذا قياس زاوية واو هتساوي 180 درجة ناقص 50
شكرا لك يا سلام.